طيب عم بصير عليكم قصف على مدينة الرستان؟ كثير. منين جهة القصف؟ من كتب الهندسة من المشرفة، من المكان بالهاوين وبالرشاشات كل شيء. طيب عمو هلا حصلنا فصل شتاء، كيف مجهزين كل هذا الفصل؟ والله ما مجهزين شيء غير هالثياب اللي علينا، من الحرامات عم نسوي بيجامات، هاي بيجام من الحرام. إيه والله سويناها من الحرام. طيب عمو شو بتوجه كلمة اللي بالشارع سعد؟ الله لا يوفقه. ليه؟ لأنه هدمنا بيوتنا، هجرنا من بيوتنا، طلع هاي الدار كانوا عايشين فيها خيرات الله أعلم كل ما توت. طيب عمو شو بتوجه كلمة لإخواننا العرب اللي عم يشاهدوا كل شيء عم يصير عنا وما عم يتحركوا؟ الله لا يوفقه، لأن عم نشوفوا شلون عم تنقتل الأطفال والأولاد، ما عم يتحركوا خالص. ولك مؤتمر جنيف واحد اثنين ما طلع منه شيء، جنيف واحد جنيف اثنين كله نفس الشيء. طيب يعطيك العافية.